اسمعوا اسمعوا لحظة 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 لحظة. كل ما بيكبر الواحد كل ما بيقلوا عدد الشمعات اللي بحطوا له هن. أحسن ما يكسروا بخاطره هذا. ماشي؟ بالأخير بتنسي بشمعة. بالأخير بتنسي بشمعة. نحن في لبنان ثروتنا الأساسية هي الشباب والعلم والتقدم والمعرفة. يعني اللي عمره 80 سنة مش هو الصالح انه يحكي لك عن المستقبل، وصالح يمكن ينبه لها فوات مش لازم ترتكب. هلا بكره بيقوموا يطالبونا بتعويض. هلا عم نسجل ما هيك؟ ايه قديه صرنا عم نحكي؟ هي سنه هي سنه هيدي بيناتنا تفيد فيها تفيد. صار بدها سيجارة بس يمكن تكلفني غالي هذه بس معلش. بس أنا بدي منكم فيلم كامل يعني يوم من الأيام. ما بعرف إذا انكتب شيء حقيقي بعد ينصف رفيق ملحمي حياته ملحمي. أستاذ غسان شو برأيك اختارنيك أنت بالذات لتحكي عن مشروع رفيق الحبيب؟ بفترض لانه انا يعني من اول اللبنانيين اللي عرفوا رفيق لما بلش بالسياسي. In Beirut, this was the attack on the Palestinian camp of Tal al-Zaatar, which fell to the Christians in August. In June, 20,000 Israeli troops swept past the UN peacekeeping force to invade southern Lebanon. Israelis said it was to protect northern Galilee, but the tanks just kept on coming, and within days, they were shelling Beirut. ٣٠٠٠٠ homeless. The ordinary people of Beirut suffered cruelly.
أنا عرفت بتقاطع أحاديث أي ساعة بده يصير الهجوم على لبنان.